السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن مادة ميكانيك التربة Theoretical and Application. وصلنا إلى المحاضرة أو التشابتر الثاني بعد ما شرحناه بمحاضرتين كفيديوهات توفرن بالأول Soil Consistency والثاني أيضا تكملة الحدود أتربيك مع حل مسألتين أو إكزامبلين. اليوم إن شاء الله المحاضرة الثالثة ضمن التشابتر الثاني اللي هي حل مسائل المتعلقة بتشابتر 2. راح ناخذ عدة مسائل حتى تكون عندك فكرة واضحة أو باك جراوند يكون عندك قوي عن هذا الموضوع. Example 1. Sample of dry sand لتربة أو تربة رملية جافة have a density مقدارها 1700 كيلوغرام على متر مكعب and specific gravity والوزن النوعي مقدارها 2.7 is placed when in the rain على يعني وضعت على المطر أو ضمن يعني الجزء البي متوفر مطر. During the rain the volume of the sample remains constant. إيش قد بقى الحجم للتربة؟ للتربة رملية فبقى constant. But the degree of saturation is increased. إيش قد إلى 40%. Determine the density and the water content of the soil after being بعد وضعها ضمن الرين أو المنطقة الرطبة. إحنا ماخذين سابقا كثافة كتلية وكثافة حجمية ونعرف اللسان ضمن الكثافة الكتلية وأكو بعضها يصير به تضخم بالحجم وتناولتوا هذه الأمور ضمن مادة الخرسانة المسلحة أو إنشاء المباني وإن شاء الله أيضا راح نعرج عليها ضمن تخصصنا كمعلومات عامة. هسه أول شيء شنو عندك نجي على المعلومات عندي الدينسيتي بما أنه الجاما قال دراينج ساند يعني إذا هاي يارو إذا هاي رود راي فرود راي عندي تمام أو عندك السبيسيفيك جرافيتي موجود فأول شيء نحط أول علاقة هاي العلاقة موجودة عندنا اللي هو رود راي يساوي لنا سبيسيفيك جرافيتي على 1 زائد الفويد ريشيو في رو ووتر. رو ووتر عندي ألف السبيسيفيك جرافيتي عندي قيمته معطاه بالسؤال والرود راي عندي بالسؤال نجد قيمة الفويد ريشيو. إذا هاي أول خطوة تمام عيني. بعد الديجري اوف ساتوريشن عندك والسبيسيفيك جرافيتي عندك علاقة موجودة بالضبط هنا. هسه هاي الرو توتال السبيسيفيك جرافيتي 1 زائد ووتر كونتنت على 1 زائد اي في رو ووتر. الرو توتال نجد كقيمتها هسه السبيسيفيك جرافيتي ايش قد مقداره 2.7 معطاه بالسؤال 1 زائد الووتر كونتنت. الووتر كونتنت ايش قد قيمه؟ هسه نجي هنا منين اجد انا قيمه الووتر كونتنت؟ منين اجد قيمته؟ السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتنت من ادخل هنا قيمه السبيسيفيك جرافيتي على القوس اقول سبيسيفيك جرافيتي في 1 سبيسيفيك جرافيتي سبيسيفيك جرافيتي في ووتر كونتنت. اكو علاقه عندنا اخذناها بالمحاضره الاولى شو تساوي لنا الديجري اوف ساتوريتد في الفويد ريشيو. اول علاقه ضمن اليوسفل احنا نسميها العلاقات المفيده وراح تكتبونها ضمن ورقه القوانين. اخذتوا قانون سميته الديجري اوف ساتوريشن في الفويد اوف ريشيو شو يساوي لنا السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتنت. هسه هذا البارت اقدر اشيله بالكامل اعوض مكانه ديجري اوف ساتوريتد في الفويد ريشيو هاي متوفره عندي وهاي متوفره عندي رو ووتر عندي والاي عندي اقدر اطلع قيمه الرو توتال. هسه يريد هو اول شيء الدنسيتي الكليه الرو توتال طلعت قيمتها. بعدين شنو يريد المطلب الثاني الدنسيتي يريد ايضا الووتر كونتنت للتربه افتر بعد تشبعها بالماء. الرو توتال صارت معلومه عندك ارجع لقانون الرو توتال نفسه اللي طبقته بهذه الخطوه سبيسيفيك جرافيتي 1 زائد ووتر كونتنت على 1 زائد اي بما قال بعد التشبع فلما تكون قيمه الرو توتال وليس رو دراي. هذا موجود عندك هذا موجود الرو توتال طلعناها بالخطوه اللي قبلها بقى شنو النقص فقط الووتر كونتنت وجدنا قيمته ونضربه في 100% حتى يتحول الى نسبه مئويه هو هذا السؤال. نجي السؤال الثاني saturated soil تربه مشبعه having dry density اذا هيا دراي الجاما دراي او الرو دراي عفوا الرو دراي ايش قد مقدارها 16 كيلو نيوتن على المتر مكعب والووتر كونتنت ايش قد مقدارها 28%. جد نمبر 1 جاما saturated تمام يعني من يقول لك جاما saturated يعني جاما توتال تمام او رو توتال. نجي الاي الفويد ريشيو والان البوروسيتي والسبيسيفيك جرافيتي اذا علمت ان الجاما ووتر 10 الان بوحدات الكيلو نيوتن وهذا جاما. اول شيء بما انه يعني الطالب جاما ساتوريتد يعني شنو
ساتشوريتد، يعني ايش قد يعني شبيه التربه مشبعه بالكامل. فعدنا نرجع لاول علاقه تربط لنا المواضيع، اول علاقه اللي هي علاقه بما انه الديجري اوف ساتشوريتد 100%، يعني ايش قد قيمتها 100%، يعني واحد. العلاقه الاولى اللي تربط للقانون الاس في ال اي يساوي لنا سبيس في جرافيتي في ووتر كونتينت، واحد في ال اي يساوي لنا جي في الووتر كونتينت. فاقدر اطلع علاقه بين الجي والاي، اطلع علاقه. اذا اقول السبيس في جرافيتي يساوي لنا اي على 0.28، تمام. ارجع الى قانون الجاما دراي، الجاما دراي شو يساوي لنا سبيس في جرافيتي على 1 زائد اي، اشيل السبيس في جرافيتي احط مكانها اي على 0.28، تمام. بعد ما وضعت هاي العلاقه مكانها اقدر اطلع الاي، لو ما اقدر طلعت قيمه الاي لان عندي مجهول واحد اللي هو الاي فويد ريشيو، بعدين ارجع اطبقه هنا طلعت السبيسيفيك جرافيتي، بعدين ارجع لهذا القانون بما انه عندي هذا واحد وهذا اي. هسه احنا وجدنا لحد الان الاي، عندنا اطلع الان البروسيتي، الان شو يساوي لنا اي على 1 زائد اي، وايضا اضربه في 100% حتى يتحول الى نسبه مئويه، واطلع الجاما ساتشوريتد لها قانونها الاصلي اللي هو ضمن العلاقات المفيده اللي ضفناها والقوانين راح تنضاف لكم. شو يساوي لنا السبيسيفيك جرافيتي 1 زائد ووتر كونتين على 1 زائد اي في جاما ووتر، كل معلوم عندك وجدتها بهذه الطريقه، تكون كلش سهله. نجي بهذه الخطوة، الخطوة الثانية اللي هو الخطوة الثانية. إذا كانت الحالة الأولى شقد هسه جاما ساتشوريتد، ساتشوريتد يعني شقد ديجري أوف ساتشوريتد 100%. الحالة الثانية غير لهذا، كاتب قال إذا أنت علمت إن الديجري أوف ساتشوريتد 70%، تمام، ديترماين الووتر أند إير كونتينت، يعني وجد له قيمه الووتر انت اند كونتين. هسه نجي هنا مباشره بما انه يعني وكان الووتر كونتينت هسه مجهول، فمباشره شنو شنو تسوي؟ اول شيء الديجري اوف ساتوريشن عندك 0.7 في الفويد ريشيو، تاخذها من هاي القيمه اللي وجدناها بالحاله الاولى، تمام، يساوي لك في الووتر كونتينت في قيمه ال سبيسيفيك جرافيتي، طلعت قيمه الووتر كونتينت والاير كونتينت محتوى الهواء، طبق قانون ان واحد ناقص الاس للار اللي هو degree of saturation عند 7%، وجدنا قيمته. طيب بالحالة الأولى لسه ما وجدنا محتوى الهواء لأن التربة مشبعة 100% بالماء، فالاير كونتينت يساوي زيرو، لكن بما أن الحالة الثانية مشبعة 70% فأكو نسبة هواء فوجدنا قيمتها. الاكزامبل 3 the atorbic limit، حدود atorbic of the clayey soil لتربة طينية R، ليكويد ليميت مقدار 52%، بلاستيك ليميت 30%، شرنكج ليميت 18%. اف ذا سبيسيوم، اذا كانت العينه اوف ذا سويل شرنكج انها تتحول يعني فروم ذا فوليوم ايش قد مقداره 39.5 سنتيمتر مكعب ار ذا ليكويد ليميت، تمام، تو ذا فوليوم مقداره 24.2 ات ذا شرنكج ليميت. بهذه الحاله اول شيء احنا لازم نعرف الرسم اللي تعلمناه بالحاله الاولى، العلاقه اللي شو تمثل لي؟ تمثل لي بين الحجم والووتر كونتينت. احنا نرجع الى تذكير الشرنكج ليميت والبلاستيك ليميت والليكويد ليميت هي عباره عن محتوى مائي، محتوى مائي بس يحول التربه من حاله كذا الى حاله كذا. البلاستيك ليميت هو المويستر كونتينت اللي يحول التربه من الحاله احنا نسميها السيمي سوليد الى من السيمي سوليد الى احنا نسميها الى الليكويد، ومن الحاله الليكويد الى الفيري ليكويد او نسميها السوفت، هذا الليكويد ليميت. فنرسم العلاقه ضروري جدا بالامتحان، مطلوبه من عندك العلاقه دائما بين حدود اتربيك، تكون علاقه بين العمودي هو الفوليوم والافقي هو الووتر كونتينت كميه بالميه. الووتر كونتينت يتقسم الى ثلاثه، شرنكج ليميت، بلاستيك ليميت، ليكويد ليميت، تمام عيني. نجي هنا نضع القيم، اول حجم هو الحجم الصلب في صلب، بعدين حجم الهواء الفي فويد يساوي لنا في اير، تمام عيني، ويكون الخط بهذا الشكل. هسه نجي ان شاء الله نوضحهم بالتفصيل بهذا الحال. هسه راح نجي نوضحهم لك شلون انا اجد قيمه الفي توتال والفي صلب والفي دراي، وكذلك القانون او الموضوع اللي بعده ايضا يكون بهذه الطريقه. هو اهم يعني موضوع على الاتربيك ليميت هو هذا. نرجع هسه احنا على موضوعنا، ايش دا يقول لك؟ كالكوليت السبيسيفيك جرافيتي فروم ذا فيجر اللي هذا موجود عندك بالكامل هنا، عندك هذا السويل هنا موجوده، تمام عيني، والشرنكج، ودائما احنا نعرف السبيسيفيك جرافيتي الوزن النوعي للتربه يبقى ثابت ايا كانت حاله التحويل للتربه، تحويلها من الشرنكج للبلاستيك للكويد تبقى حاله التربه للوزن النوعي لها ثابت.
فهسه احنا شنو العلاقه اللي تربط لنا؟ شنو نقول؟ نقول حجم الفراغات ات ليكويد على الووتر كونتنت ات ليكويد، تمام؟ عيني بحاله الليكويد هسه انا بالحاله الاولى يساوي لي حجم الفراغات بالشرينكج على الووتر كونتنت ات شرينكج ليميت. تقدر تقول سوي علاقه بين الليكويد والبلاستيك، تقدر بين الليكويد والشرينكج، تقدر بين البلاستيك والليكويد وهكذا. فهسه احنا بما ان المعلومات المتوفره عندنا للليكويد كامله وريد انا ضمن الشرينكج، فاطبق علاقه بين الليكويد وبين الشرينكج. نجي على الفي فويد، هنا شو يساوي لنا الفي فويد؟ ات هذا هو عباره عن الحجم الكلي ناقص حجم الصلب على الووتر كونتنت، هو ناطني اياه ايش قد قايل لي عنده قيمه الليكويد ليميت. هاي قيمه الليكويد ليميت، هنا الووتر كونتنت بالليكويد 52، بالبلاستيك بالشرينكج هالقد. فهسه نجي اذا بالليكويد ايش قد قيمته؟ 52%، فاخذ قيمته او 0.25، تمام عيني؟ يساوي لنا بالشرنكج ايضا في توتال ناقص في اس، بس يمتى؟ بالشرنكج ليمت على الووتر كونتنت بالشرنكج ليمت عند قيمته. اذا من هذه العلاقه اقدر اني اجد قيمه الفي توتال ناقص الفي اس. اي نعم، اجد قيمه الفي توتال ناقص قيمه الفي اس. اول شيء الفي توتال عندك قيمته موجوده بالكامل بالسؤال، ايش قد قيمته كقيمه في توتال ناقص في اس؟ قيمته متوفره هو 24.2، هذا هو موجود مقداره 24.2 موجود. هذا at the liquid limit of the volume، مقداره جد الفوليوم الكلي 24.2، تمام عيني؟ والشرنكج ليمت موجوده قيمته. هسه الفي توتال ايش قد قيمته عندي؟ موجوده في توتال ناقص في اس، في توتال ناقص في اس. اذا الفي توتال عندي معلوم، اجد قيمه الفي اس حاصل ضرب وسطين في طرفين فوجدت قيمه الفي اس. بعدين الاي الفويد ريشيو عند الشرنكج ليميت شو يساوي لنا؟ حجم الفراغات على حجم الصلد. اجد حجم الفراغات لازم، حجم الفراغات بالشرنكج ليميت شو يساوي لنا؟ في توتال ناقص في صلد. في توتال عندي ايش قد قيمته؟ 24.2 على 12 قد ناقص 16 في صلد ما يتغير، لكن حجم الفراغات يتغير، فضرورة تنتبه الفي توتال راح يتغير. الفي توتال ايش قد قيمته هنا؟ تنتبه عندنا خطوتين. الفي توتال عندك هنا بس حتى تنتبه، الفي توتال شرينكج فروم ا فوليوم مقداره 39.5 سنتيمتر تكعيب، ايش قد هذا بالليكويد ليميت؟ اذا الفي توتال بالليكويد ليميت ايش قد قيمته بهذا المقدار؟ و24.2 هذا وين؟ عند الليكويد ليميت، عند العفو عند الشرينكج ليميت. فهذا الفي توتال للليكويد ليميت. فهنا شو تطبق بهذا القانون؟ هنا 24 ناقص في اس، وهنا 39 ناقص في اس، تمام؟ فوجدت قيمه الفي اس، الفي اس ثابته ما تتغير. بس هسه بما انه انا اريد اجد الاي الفويد ريشيو عند الشرنكج ليميت، ففي فويد على في اس، في اس ثابت، لكن الفي فويد شلون اجده؟ هو عند الشرنكج ليميت في توتال ناقص في اس، اخذ يا في توتال عند الشرنكج ليميت 24.2 ناقص في اس وجدت قيمة الاي. بعد ذلك طالب من عندي شنو؟ طالب من عندي قيمة السبيسيفيك جرافيتي، قايل لي طبعا انا السبيسيفيك جرافيتي علما اجتها هسه راح اجتها عند الساتشوريتد ليكويد ليميت، يعني الديجري اوف ساتشوريتد ايش قد مقدارها؟ واحد. فاسف الاي يساوي لنا الووتر كونتنت في السبيسيفيك جرافيتي، واحد في الاي يساوي لنا الووتر كونتنت علما عند الشرنكج ليميت في السبيسيفيك جرافيتي. موجودات عندي بالكامل، واحد في 0.5 يساوي لنا 0.18 في الجي اس، وجدت قيمة الجي اس اللي راح يبقى كونستان عند الكل. هو هذا السؤال. السؤال اللي بعده the unit weight of the fully saturated soil، يعني التربة شنو نوعها هنا؟ مشبعة بالكامل. التربة المشبعة بالكامل تأخذ حيز، التربة المشبعة بالكامل ننتبه للعلاقات اللي تربطها، نسميها اليوسف الصوير. The unit weight of fully saturated، انتبه fully saturated يعني شقد درجة التشبع التربة؟ 100%، يعني واحد degree. Soil sample of clay having water content شقد مقداره؟ 36%. S شقد هسه قيمة الجاما saturated؟ 18 كيلو نيوتن على المتر المكعب. An oven drying بعد عملية التشييف the unit weight هبطت الى او دروب انخفضت الى 17.2، ذن هيا جاما جاما دراي وهيا جاما جاما ساتوريتد. كالكوليت السبيسيفيك جرافيتي يعني قيمه شنو؟ يعني قيمه الجي اس اوف ذا كلي سويل اند اتس شنو؟ الشرنكج ليميت وقيمه الشرنكج ليميت. هسه نجي على الخطوه الاولى، الجاما ساتوريتد ناطك اياها والووتر كونتنت ناطك اياها.
هاي هاي قبل عملية التجفيف أجي على أطبق قانون الجاما ساتوريتد، شو يساوينا السبيسيفيك جرافيتي 1 زائد كووتر كونتنت على 1 زائد دي في جاما ووتر. هذا عندي معلومة، هذا معلوم الووتر كونتنت، بقى هذا مجهول وهذا مجهول. أرجع للعلاقة الأولى من ضمن العلاقات المفيدة اللي شو يساوينا الأس في ال إي يساوينا السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتنت. أدخل السبيسيفيك جرافيتي على القوس على القيمتين، بعد ذلك اجد قيمه، اجد قيمه اعوض مكان السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتنت اللي هو ديجري اوف ساتوريشن في الاي، تمام، وجدت قيمه شنو الاي. بعد ما وجدت قيمه الاي هنا اعوض عنهن قيمه الاس في الاي، وجدت السبيسيفيك جرافيتي لان صار عندي معلوم هذه العلاقه المعلومه، لان هسه اعوض هنا مكان قيمه السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتنت يساوي لنا ديجري اوف ساتوريشن في الاي، تمام. فهسه هنا أنا صارت عندي قيمتها degree of saturation في الإي، وأجي هنا أنا أيضا قيمتها راح تبقى بدلالة degree of saturation. هاي العلاقة الأولى. أجي على العلاقة الثانية، هاي مثل ما نلاحظ هنا أجي هاي العلاقة واحد، أجد قيمة specific gravity بدلالة الإي. الإي إيش قد نطاني إياها؟ 0.36 دلالة specific gravity. طيب ليش ما وضعناها بدلالة الإي؟ لأن أنا أول مطلوب من عندي هو إيجاد الوزن النوعي. ارجع لنفس العلاقه اطبقه، يكون المجهول كله بدلاله الجي اس، وبالتالي اجد عمليه يعني اعوض هذا القيمه 0.36 جي اس، اخذها اعوضها هنا بهذا المقدار 0.36 جي اس وهنا جي اس، وبعدين حل المعادله مباشره تكون معادله ذات مجهول واحد نجد قيمته. بعد ما وجدت قيمه الاي اروح اطبق القانون الثاني اللي هو الجاما دراي. جاما دراي شو يساوي لنا السبيسيفيك جرافيتي على 1 زائد اي في الجاما ووتر. جاما دراي عندي قيمته يساوي لنا بس الاي راح يتغير. ليش راح يتغير؟ لان عندي الشرينكج ليميت، لان انا من جففت يعني صرت يا حدود صرت قيمه الووتر كونتنت ضمن الحدود اللي يحول التربه من الصلد الى البلاستيك، يعني هو عبارة عن مويستر كونتنت. سو جت الاي دراي، بعد ذلك ارجع للعلاقة الرئيسية اللي هو ديجري اوف ساتوريشن في الاي الفويد ريشيو، بس انتبه الفويد ريشيو عندنا عند الشرينكج ليميت يساوي لنا السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتنت عند الشرينكج ليميت، وبالتالي وجدت الووتر كونتنت ات الشرينكج ليميت. يكون هذا السؤال بهذه الطريقة حل. لاحظ اكو بعض الاسئلة تحتاج بعض العلاقات ندخلها بها يلا نجد الحل مالتها، وبالتالي الووتر كونتنت تكون نسبته بعد ذلك نضربها في 100% حتى يتحول الى نسبه مئويه. الاكزامبل اللي بعده والاخير ساتوريتد سويل، تربه مشبعه ايضا. سامبل هاز ا فوليوم، عندها حجم ايش قد مقداره هسه الفي توتال 20 سنتيمتر مكعب. اند اتس ليكويد ليميت، ضمن الليكويد ليميت جيفن الليكويد ليميت جيل مقداره 42% والبلاستيك ليميت 30 والشرينكج 17% اند السبيسيفيك جرافيتي 2.74. find المينيمم فوليوم at which السويل يعتبر انه ضمن الاتنشن. يعني شنو معناها؟ اول شيء حتى نعرف ضمن الفوليوم توتال هو ساتوريشن، ايش قد قيمته؟ قيمته 20 سنتيمتر مكعب. عندما ايش قد قيمه الليكويد ليميت؟ 42% اللي هي النهائيه انيشال. البلاستيك ليميت 30 والشرينكج 17%. بالحاله الاولى هسه اذا نطبق احنا عندنا قيمه الليكويد ليميت، يعني الليكويد ليميت تنتبه شنو معناه؟ معناه الووتر كونتنت، تمام عيني؟ فالاس بما انه ساتوريتد يعني ايش قد قيمه الديجري اوف ساتوريتد؟ واحد. فهسه واحد في ال اي يساوي لنا السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتنت، هذا معلوم، هذا معلوم، هذا معلوم، وجدت الاي لو ما وجدته بطريقه مباشره وجدته. نجي الفي توتال شو يساوي لنا؟ في سوليد زائد في فويد. في توتال عندي، في سوليد اني اريده كقيمته والفي فويد، وجدت انا قيمه الفي فويد ايش قد راح تطلع قيمتها بدلاله الفي صلد تصير 20 ناقص في صلد. هسه الاي للليكويد ليميت، نرجع للليكويد ليميت هو نفسه الفي فويد على في صلد. اي للليكويد قيمته معلومه يساوي لنا الاي فويد راح اعوض مكانه 20 ناقص في صلد على في صلد، فوجدت قيمه الفي صلد. شرينكج ليميت اللي هو يعتبر الحاله النهائيه الفاينل، ايضا اطبق القانون والديجري اوف ساتوريتد نفس ما هو، اجد قيمه الاي الجديده، بس الووتر كونتنت اخذ يا ووتر كونتنت، اخذ الووتر كونتنت انت شرينكج ليميت، هو هذا التغيير اللي يصير. وجدت الاي الفي صارت بعد ما يتغير، فمباشره الفي اللي طلعتها بالعلاقه قبلها وجدت الفي فويد، فاذا هو شريت هسه بالعلاقه. اذا تنتبه اذا عندك مقدار find the minimum volume at which the soil can be
يعني التين يعني الفاينل النهائي ضمن الشرينكج ليميت، وهو هذا قيمة الفويل مينيموم فوليوم ات ذا سويل كان بي التين اللي يمكن اضافته يساوي ال في سوليد زائد ال في فويد. بس انتبه يا في فويد بالشرينكج ليميت تجد قيمته بهذا المقدار. ان شاء الله تكون الاسئله واضحه معكم. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناه. نلتقي بكم ان شاء الله.